الزلفنا والبنات ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي بزاف بزاف بنينه وتكفيكم على العطش في هذا رمضان، بزاف بزاف مليحه وسهله ومهله، ماشي حاجه كاع تكلفكم. المهم نبداو بسم الله ونصلي على محمد عليه الصلاه والسلام. بسم الله. الوصفه تاع اليوم اللي هي عصير البطيخ او بما يسمى عندنا الدلاع. هايلي انا راجلي جاب الدلاع صامت شويه، ايا اوليو نغميه ما حبيتش نغميه، قلت علاه لا ما نديروش ان جو. بسم الله على بركه الله. هنا عندي حوالي ميبا ربع ربيت وش رميت ربع اونفا، هذا سي ديغري مو تاع النعناع، انا كي جبت شويه نعناع حطيته هنا، نقيتو كاع نحيتلو كاع اللي اسمهم الزريعه هذيك تاعها وكاع. وعندي هنا شويه شويه فريزه، شويه كمشه هكا فريزه. المهم لا ما عندكش ماشي حاجه ضروريه. وهنايا عندي شويه نعناع، بسم الله. وهنايا عندي شويه فوق النص السكر نورمال عادي، حوالي 6 مغارف. وعندي نص كاس ماء هذا هكا. بسم الله نبداو على بركه الله. نديرو شويه هذا نعناع للنكهه برك. وعندي هذا وعندي نص كاس تاع الماء. بسم الله دوكا نبداو نمكسيو الميكسور. المهم باش ما نخليكمش خياتي وما نديرلكمش الصوت تاع الميكسور. المهم اللي عندها خلاط تقدر ديرو في الخلاط، اللي ما عندهاش دير الميكسور. دوكا نصفو نحاولو نحولو كاع هاد الحبيبات، اللي يحبو اللي يحبو هكداك يقدر يخليها هكداك، اللي ما يحبوش بيان سور يصفيه، كل واحد كيفاش يحب. بسم الله. المهم خياتي برك ملاحظه، شتو هادوك هداك شويه تاع النعناع؟ اقسم بالله صدقوني يا خياتي يمد واحد الكوش نقولكم ما شاء الله. المهم نحاولو كاع نجوزو هكدا غير بالعقل، ما تقلقوش حتى نتحصلوا العصير اللي حبيناه بيان سور. المهم خياتي دوك نكملوا نعاود نولي لكم. هاوليك خياتي بعد ما صفيتو، هاوليك نحيت له كاع النواد هذاك ورميتو، خرج لي والله غير القوام تاعو روعه روعه روعه، صدقوني بربي غير روعه. نتمنى انكم تجربوه وترجعوا لي بالخبر وشوف شحال نحالي، شوفوا شحال حالي. هنا مسلو غير هذاك نص كاس تاع الماء اللي درتو معكم، والله صدقوني بربي ما زدتلو يا لو كان قطره ما. بسم الله دوك نديرو في الكاس تاعي. بسم الله بسم الله. هاولي خياتي دوكا ما بقى لي غير نقول لكم خياتي السلام عليكم. سمحوا لي بيان سور بيان سور بيان سور، ما تنسوش الاشتراك والدعم، وان شاء الله يا ربي تجربوا الوصفه وتعجبكم. والسلام عليكم، الخطره الجايه ان شاء الله يا ربي.